بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم يا أخواتي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنقول معلومة مهمة جدا، يعني تعتبر أمان لحياة أطفالنا وسلامتهم، على الرغم من بساطة يعني قد يكون مننا ناس كتير جدا بتقول الموضوع بسيط، لكن الموضوع مش بسيط خالص بالنسبة للأطفال والمراهقين. الحقيقة ان بعض الامهات، وده نتيجة يعني عدم معرفة مسبقة، لما اي حد من اطفالها بيجيله دور برد او كده، او مثلا بترتفع حرارته شوية، او يجيله جدير مائي، وخاصة موضوع الجدير المائي والبرد يا جماعة، تقوم مديه ابنها او بنتها اسبرين، سواء كان اسبرين اطفال او اسبرين كبار، الموضوع سيان او الريفو او اي مشتق من مشتقات الاسبرين، يعني علشان يخفض لها الحرارة او يكون مسكن للألم. الحقيقة يا جماعة ان الموضوع ده خطير جدا على حياة الطفل. الاسبرين ممكن يسبب حاجة بالنسبة للاطفال اسمها او المراهقين اسمها متلازمة ري. متلازمة ري دي بتعمل اعراض خطيرة جدا قد تودي بحياة الطفل، بتعمل والعياذ بالله تورم في الكبد وتورم في الدماغ وتشنجات وتلف في الدماغ والعياذ بالله، وقد يؤدي الى الوفاة او العياذ بالله لتلف في الدماغ بدرجات متفاوتة. فيعني بلاش الاسبرين يا جماعة او الريفو كمسكن او خافض للحرارة. في بدائل امنة جدا ممكن نستخدمها مع اطفالنا لو في حالة ارتفاع درجة الحرارة، او في حالة الانفلونزا، او في حالة الجدير المائي. زي ايه؟ زي اي حاجة، اي دواء في الباراسيتامول. اي دواء يا جماعة في الباراسيتامول زي ايه برضو كاسم تجاري؟ زي السيتال. السيتال ده فيه منه للاطفال الصغيرين اللي هم الرضع اللي لسه مولودين، بيكون بيتباع كده في شكل قطارة، وفي منه كمان علب دواء في شكل بالنسبة للأطفال الكبار بقى اللي هو من 5 سنين أو من 4 سنين فما فوق، بيتباع في علب دوائية. وكمان ايه موجود الباراسيتامول في ايه كمان بالنسبة بقى للأطفال المراهقين اللي من فوق 12 سنة؟ موجود في البنادول، أو اللي هو يعني أشهر حاجة موجودة، أو الأدول، أو أي حاجة بديل للبنادول. الشاهد في الموضوع إن احنا أأمن حاجة نديها لولادنا في حالة ارتفاع درجة الحرارة، او في حالة وجود الام نتيجة الانفلونزا او الجدير المائي، ان احنا نديلهم دواء المادة الفعالة بتاعته اسمها ايه يا جماعة؟ عشان مهم جدا، بس الباراسيتامول. اسمها ايه المادة الفعالة؟ الباراسيتامول. زي ما قلت لك بالنسبة للاطفال اقل من 12 سنة في دواء اسمه سيتال. الاطفال الرضع اقل من سنة، من 0 لـ2 السيتال ده موجود في شكل نقط، وبتقول الدكتور بيوصف لك، او دكتور الصيدلي بيوصف لك، هو بيبقى على حسب وزن الطفل، بيوصف لك الجرعة المناسبة للطفل من 0 لـ2. بياخد نص قطارة او قطارة على حسب، او ربع قطارة على حسب سن الطفل ووزنه. ده بالنسبة للسيتال اللي هو النقط. اما بالنسبة للاطفال بقى اللي هم اقل من 12 سنة بياخدوا السيتال اللي هو شراب، الدواء شراب عادي جدا، وبرضه هو مرتبط بوزن الطفل. يعني لو الطفل مثلا 4 5 سنين هياخد 5 سنتي، 7 من 6 لـ8 سنين هياخد 7 سنتي، على حسب كمان وزنه. برضو الدكتور بيكتب لك، او الدكتور الصيدلي بيكتب لك الجرعة المناسبة، او لو انت فتحتي النشرة هو هيقول لك كام المادة الفعالة قد ايه بالنسبة لوزن الطفل، وتقدري تضربي المادة الفعالة دي مع وزن طفلك. طيب لو الطفل اكبر من 12 سنة هنعمل ايه؟ هنديله البنادول او الادول، اي حاجة بديلة للبنادول. المهم يكون المادة الفعالة. الشاهد ان في كل الادوية اللي احنا قلناها دي المادة الفعالة اسمها ايه؟ اسمها الباراسيتامول، ودي مادة آمنة حتى على الحوامل. يعني لو واحدة حامل وجالها ارتفاع في درجة الحرارة، او جالها انفلونزا، او جالها الام ومش عارفة تاخد مسكن ايه، فأأمن حاجة بالنسبة لها خاصة بعد ما نعدي الـ3 شهور الاولانية اللي هو ايه، ان هي تاخد حاجة فيها الباراسيتامول، فزي البنادول زي ما قلنا. فبس طبعا برضو الـ3 شهور الاولى دول بيكون فيها محاذير كتير، فنتجنب الموضوع ده هوت، وبرضو يكون الموضوع تحت اشراف الطبيب. فدي معلومة مهمة جدا حبيت اشاركها مع حضراتكم، وياريت الحاضر يعلم الغايب، علشان ما يعني ما يعني دي اهم حاجة، امان اطفالنا وصحتهم، وان احنا ربنا يعافيهم يعني ان شاء الله من كل سوء.
دي أولوية قصوى عندنا كلنا. وطبعا ربنا عز وجل بيقول في القرآن: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأتمنى إن شاء الله يكون المعلومة على بساطتها أفادتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشكركم جدا على حسن المشاهدة والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.